نناقش اليوم قانون المالية لسنة 2021 والذي جاء بتدابير كثيرة من بينها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ذلك ترشيد النفقات، وهذه حاجة مليحة جاءت بها الحكومة، إلا أنه هناك نقائص من بينها بالنسبة لوزير العمل أنه لم يفي بوعوده لعقود ما قبل التشغيل، فهناك هذه الشريحة تتساءل كيف يا ترى مصير هذه الشريحة من الشباب. كذلك بالنسبة لوزير الصناعات، كذلك لقد اعتمد أو تبنى سياسة اللاءات، ومن بينها لا للتركيب، لا للتصنيع، لا للاستيراد. كذلك بالنسبة للصناعات التحويلية، لقد تعهدت الحكومة أن هناك صناعات تحويلية، ولكن نحن لم نرى هذا لا في الواقع ولا في قانون المالية. بالنسبة للفلاحة، أنه الفلاح رغم الحجرة، رغم التهميش، رغم البيروقراطية التي يتعرض لها من البنوك ومن الإدارة، إلا أن المنتوج الوطني ظل في الأسواق المحلية وكذلك على موائد معظم الجزائريين، ونحن نتساءل ما هي التحفيزات والتدابير التي تعطيها أو توفرها الحكومة لهذا الفلاح، خاصة وأن الفلاح كل ما يأتي زيادة في الإنتاج إلا ويصاب بنقمة، ألا وهي يتعرض منتوجه للتلف جراء أن هناك نقص في التخزين، نقص في التسويق. بالنسبة للقناصلة، لماذا لا يكون هناك القناصلة في الخارج، أنهم لا يقومون بترويج للمنتوج الجزائري في الأسواق العالمية؟